هذه جولتنا في أبرز الموضوعات التي تناولها رواد مواقع التواصل. هل سيحرم بوتين البريطانيين من إحدى أكلاتهم المفضلة؟ وسائل إعلام روسية ذكرت أن وزارة الزراعة قدمت مشروع قانون لمنع بريطانيا من الصيد ببحر بارنتس قبلة سواحل روسيا، ما قد يؤدي إلى نقص في أسماك القد والحدوق اللذين يستخدمان لإعداد وجبة السمك والبطاطا الشهيرة في بريطانيا. وكانت بريطانيا تصطاد الأسماك قبلة السواحل الروسية وفقاً لاتفاقية يعود تاريخها إلى عام 1956، وهي الاتفاقية التي تستعد روسيا لإلغائها رداً على العقوبات المفروضة عليها. وقع أكثر من 6000 شخص على عريضة تطالب بإعادة قطة إلى محل بقالة في مدينة زيلينوغرادسك في منطقة كالينينغراد الروسية. وكان القط قد قضى الأعوام الثلاثة الماضية مقيما في المتجر وأصبح من المشاهير المحليين قبل أن تأمر السلطات الصحية المحلية صاحبة المتجر بطرده بعد شكوى من مجهول. وقالت تاتيانا مديرة المتجر إن القط الذي أطلقوا عليه اسم سيرجي كان مملوكا لامرأة مسنة ولكنها توفيت، والآن يجب عليها التخلص منه أو دفع غرامات.